احنا بنغمي عينينا. مفروض احنا هنا في المعمل عندي. انا شايف وسام مسعود معنا استاذ خالد اديب وعنده مشكله جامده والمشكله قدامه هي مش مشكله بالنسبه لي ده باميه اللزوجه شاف الزفلطه الزحلقه دي ما ب... ب... البربره. يعني شعر البربره يعني شعر البربره والشعر لو المشكله الاساسيه في القوام ان هو بيدي لزوجه ممكن نقول لزوجة مركزة أكتر من الملوخية. الملوخية هي كلها على بعضها إيه؟ ليها مطة كده معينة. فأنا ما أفكر لو الموضوع ده حصل وإحنا صغيرين إحنا بنحب الإيه وإحنا صغيرين؟ جربت الويكا قبل كده؟ مين؟ ويكا ده نوع من أنواع الشعوذة في الجنوب صح؟ ده ويكا الويكا دي بتتعمل من البامية المجففة فبيطلع لزوجة الملوخية من غير الشعر من غير ال... دي جربتها؟ جربتهاش I'd rather أكل قطة يعني حط قطة تبي حط تبي ودن قطة حقيقة الموضوع ممكن يبقى أقرب مش مفروض ناكل حاجة بشعر يا شيف حسام مفروض إنه بالإيفولوشن كده يعني كيوي يعني بس كده خش جواه كده بيبقى طري ولذيذ وبتاع الكلام ده يبقى له حلو ده كمان انت عارف ده بيتحط في سندوتش رغيف عيش سندوتش 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 انت بقى عيالك المدرسه برغيف باميه مثلا بجد احنا بنحب حاجه مقرمشه فاحنا ممكن نعمل الباميه مقليه بس انا مش عايز الباميه تبقى برضو نفس الشكل الباميه اللي احنا اللي هو متعود يشوفها فانا اقطعها كده كانها ناجتس ماشي قد كده اجيب لك ليمون استنى بس ده عشانك مش عشان انت فاكر انت فاكر ان انا بحط دي عشان لا مش عشاني خالص طيب ايه 13 سنه دي اول مره خد واحده صغيره اول مره في 13 سنه خد واحده صغيره انا عارف الضحكه دي عارف الضحكه دي ضحكه اللي انا يعني نفس عندي نفس الاحساس مع الخيار على فكره اجيب الخيارة هاي ما اقولكش يعني مفيش اي حاجه تانية هي كله بزبزة ده اللي مضايقك في الزحلقه الزفلط على طول زحلقه على طول على اقول لك حاجه ما فيش حاجه في الدنيا تخليها رجع والله العظيم ما في حاجه في الدنيا كلها تخليها رجع الا اني اشوف حد بيرجع والباميه بس يعني ايه بجد المشكله عشان ال ماشي دي كانت اول بلعه لسه انت انت بتحوش دي المشكله انت ما ينفعش تحوش بقك انت على طول ما تطبخش اصلا انا لو ضغطتش وبلعت يا شيف وسام هغرق لك يعني انت فاكرني بقى انا بهزر انت ما تعرفش الزفلات هينزل يطلع يعني بقول لك في واحده واحده بس كده عليا ده لمن رايب وعليها شويه توابل ملح وفلفل وكمون وملح الليمون وفلفل ابيض وده دي دور اصفر عليه برضو ملح فلفل كمون وملح الليمون كمون كزبره واظن حطينا فيها سنه جنزبيل حاجه بسيطه جدا تمام نبتدي عايز اقطع بس دول الاول انا عايزك تقفل عينيك بص فوق عايزك تقول باميه كيلو باميه النهارده انا هاكلك كيلو باميه يعني انا بص انا بقدر ان انت يعني تغلبت على كل حاجه كل خليه في جسمك بتقول لك لا وانت قلت لا انا هعملها فيعني انا بقدر ده هعمل لك انا حاجه طيب هتعجبك طيب ما يعني ماشي ومش مسبك ده خبر جميل مش مسبك يعني دي بدايه مبشره مش جدا. مسبك ما تقلقش طبعا كمان لما انا بقطع اصغر هيستوي اسرع برضو يعني هو الراجل عنده مشكله في الباميه المستويه مش كمان هخلق له مشكله في الباميه اللي مش مستويه تمام اوكي طيب نقول بقى الحلوين دول هو خد اول عفيره نرمي على طول في الرايب مش بقى بيض وبقصمات والكلام ده اللاية دي مظبوطة على درجة تقريبا درجة حرارة 180 170 180 وهنا انا
عايز اكبس عليها عشان اعمل يعني اعملها سجن، احبسها جوه ال الديل دول الاصفر. ايه اللي انت شايفه؟ شكله كان لك بتاع ده، عارف بوب كورن تشيكن؟ yeah. بتاع كي اف سي ناجتس بوب كورن تشيكن بالظبط. بوب كورن تشيكن كل الكلام ده لوكس لايك فيجن بوب كورن تشيكن بالظبط، شايف الخضار تحت. فا ايم اسيومينج ذس از يعني فرايد باميه. ده باميه مقليه. اوكي اوكي باميه مقليه، حلو حلو لذيذ. وانا المفروض يعني المفروض تاخد واحده كده ملح خشب سن الكمون ملح فلفل ملح قصدي فلفل اسود. وانا سالته هو كان انهي نوع شيبسي كان بيحب ياكلها، وقال لي الخل. ده طعم ملح وخل حطوا عليها يعني بغش يعني بحطوا حاجه بيحبها على حاجه ما بيحبهاش. وبرده بيحب الشيبسي الجبنه، فانا عملت له صوص طماطم بالجبنه. يعني بحاول ايه احوض عليه جبنه صوص جبنه وطماطم. اوكي ده بدايه لذيذه جدا صح. سو فار سو جود سو فار سو جود. يعني ان شاء الله هتعجب. ربنا يكرم ربنا يكرم خلود نجرب فيه. شيل القشره بتاعتها افصلها افصلها وكل القشره بس سيبك من الحته دي، حطها خبيها في حته. طعمها ايه؟ لذيذ 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 جدا. غطس دي في دي بقى يعني كان في لحظه كان في لحظه صعبه شويه في لحظه بالظبط كانت هتحصل. بس بص الطعم الطعم ما بقاش مشكله اطلاقا يعني الطعم دلوقتي بالنسبه لي ما بقاش مشكله اطلاقا. لان في توابل كتير في الموضوع، في قرمشه فخرجنا بره حته انه مزفلط ومزحلق عارف امضغ حاجه. السنتر بتاعها لسه كده اللي هو لنك في دماغي احساس مش لذيذ خالص. بس يعني هاكل واحده كمان. طب يعني اتفضل very nice حلو قوي الله ينور. يعني I think ان احنا ادينا المهمه كده بقى نجحنا نجحنا بقى. طيب مبروك الله يبارك فيك. مبروك جت باميه من غير ما تقلب الموضوع باميه. احنا ادينا باميه، احب اسلم عليك يعني. بس ادينا بعد انا ادي انا باميه انا كمان يعني ده الباميه خير. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للجي ام اي عشان ما يفوتكوش ولا حلقة.